على ضوء الكلام اللي كشف عنا ستار الصمت. الحب الله يبقيكم جميعا. كتبتك وانطوت صحفي عليك وجفت أقلامي. معلق؟ ليش معلق؟ الله يستر عليك يا خالي عاد. قمت اليوم من النوم كذا عاين يا ولد. قلت يا ولد صلي المغرب وانسدح باذن الله. ما صلي العشاء ما انسدح اليوم. اكثر العيال كلهم محتوى العيال كلهم دقوا علي يا ولد فلان جاك لا فلان جاك لا فلان جاك لا. نجحك وجزمت بأن السيف سيفي والعصا والمحزم أحزامي. عطتني عزلة خلاصي معك نسيان ما ندمت. كتبتك طوت صحفي عليك وجفت أقلامي. بعد تقرير مشوار التجارب. يا عيال غلط غلط انك تقول معلق معلق. ترى انا عندي لمبه هنا اذا هي خضراء لو تكتب بيدك ورجلك تكتب بيديك وبرجليك وبخشمك ما درت عنك. هنا هي تجي خضراء البث اوكي عندي انا. حاولت اني اسلك حاولت بس كذا مجازي ما يبي يسلك مجازي كذا عي نشبلك. ايه اذا جاء احمر واقف مره معلق برتقالي يقطع اخضر اوكي. ليه ساحب على الانستغرام؟ تصدق جوالي ذا جوالي ذا اللي فيه السناب والتيك توك والتويتر ما فيه انستغرام. الانستغرام في جوالي الثاني مهمله يا الربع ساحب عليه. ودي اعطيه واحد اقول يا ولد نزل فيه سوي فيه اللي تبي. بيعه ينباع اشدني ببيعه. كلش للبيع كل شيء للبيع. احد بيشري؟ ايه ينبع بالله صحيح. كم تابعينه؟ تراني ياسر وسبتي زينه. ببيع وبفتح حساب ثاني 47 هام اللي ابن سعد. كلش كلش للبيع كلش للبيع اي شيء للبيع حتى التويتر للبيع كلش للبيع. ببيع بفتح الحساب ذا وجهال وبعلم الربع. الربع تراني بعت حسابي ذا تعال حسابي ذا. يا لبيك يا لبيك يا بندر. يا عمي واللي ماسكين بندر سووا هدايا وسووا سحب والله ما دريت. تمشي اليوم بالتويتر وعاين الا مبارك الفايزين. قلت مبروك ما نحصل على شيء يستاهل. كتبتك وانطوت صحبي اعطاك الله الف. يجيب الله خير يجيب الله خير. كلش عندنا عنده والله عندنا 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 أكثر من شغلة للبيع. عندنا حسابات للبيع عندنا قعدان للبيع عندنا طليان للبيع عندنا خيل للبيع. اللي بيشري أبد
لهم أربع عيال عمك. أي والله لهم. براندات عالمية. لافندر ماني بايعه. لافندر ماني بايعه. باقي فندر ما باقي ما باقي ما نهض. فندر يجيب فلوس منه، يجيب فلوس منه، نوديها منه. بس انا ادري انه ناجح. متى المشروع يكون ناجح؟ جميل نفسك. متى المشروع يكون ناجح؟ اذا صار ينهض نفسه بنفسه، يعطي نفسه ويجيب منتجات لنفسه ويسدد لنفسه، ناجح. فانا قاعد لدى الحين ادبك في ذا، يعني قاعد يعيش نفسه. هو شنو فندر؟ فندر خذيته كان فيه ثلاث منتجات وفيه بضاعة، وهي اللي خسرت، هي اللي دفعتني فلوس واجد، اللي هي البضاعة. ترى لو اني شريت المنتج بدون بضاعة ما شو اسمه، كان ارخص. ننتظر العطر الجديد. العطر الجديد ان شاء الله باذن اللي ما تنام عينه انه بينال اعجابكم. انا اتمنى انه ينال اعجابكم. والله اني صدق انا اكثر شيء اتمناه انه ينال اعجابكم. احنا والله انا والله العظيم ان مقومين ناس مختصين في العطورات، ناس مختصه في الروائح، وناس مختصه في العلبه، وناس مختصه في الكرتون، كل فاتح فمه يبي فلوس. فقلت يا ولد تدري تم. كم العطر الجديد؟ والله انه باقي، ترى والله باقي مظهر من المصنع. يخلص يوم السبت او الاحد. السبت الاحد. انا جانا اجازة اليوم الوطني وسقطتنا. وانا عندي معرض. قلت لازم انه يحضر في المعرض، ووقت يحضر في المعرض يحضر في المتجر. كلها لان الدنه بتحرك يوم الاحد في الليل في هالمنتجات، فلازم ان العطر الجديد يكون موجود في الدنه. يروح دنه بتروح للحساء، ودنه بنوديها للمستودع حق المتجر الالكتروني. احنا لازم كذا وكذا. ف نتمنى ان ينال اعجابكم، نسال الله التوفيق. انا والله اني مطلوب ان العطر يكون في اي بي، انا اقولها وانا صدق. ما بيجي عطري يصل مرحله تقول يا الله وش ذا العطر، كانها ديور ولا كانها الماركات العالميه. لا 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 لا، انا ودي ان العطر ينقبل. مثلا شراه واحد، يوم شراه وراح طيب به قال الله يمحق ذا العطر مخنزه، العطر ذا مخنز الله لا يبارك فيه يحذف به. لا ودي اني لمن شراه يقول يا جهول والله ان العطر ذا حلو، يعني مقبول، ينقبل ينزرط. هذا اكثر شيء انا ابحث له انه ينقبل. انا انقبل العطر. ف سام تبيع ايس كريم؟ ايه بيع ايس كريم، انا في الثلاجه. مستودع وين يا باجي؟ في سلي في الرياض. اي والله. فانا اتابع المتجر امس وعاين والله عينت لي زباين شاروا يمكن اربع مرات. دريت ان العطر حلو. لا مستحيل ان فلان شراه المره الاولى الثانيه الثالثه الرابعه عشان ذا البهاج العنه خلاص جاملتك الاولى الثانيه خلاص. والله عينت لي ناس شارين من براندات عطوري اكثر من مره.
في شهر من الشهور، في شهر من الشهور 30 يوم، 30 يوم تدري تقريبا بعنا 19 منتج، 18 17 18 19 ما تجاوزت العشرين. جاني ولد عمي يقول يا ولد ما ادري ايش المتجر مال السوق الشهر ذاك، قلت وش اسوي؟ اسقطه؟ قال انت ما تصوره في السناب. قلت حبيبي رزقه معه، احنا منتجاتنا قاعده تمشي، امورنا تمشي، حبيتك وخش الامور طيب الحمد لله وشكر، قاعدين نمشي صح. طورنا، جبنا مرشين، جبنا بخور، جبنا عطر جديد، شغالين الآن إن شاء الله على عطر الشعر، بغيت دهن العود لكني بيله ميزانية من عند والدي، فقلنا شوي لأن أمس والله كلمت الشباب قلت صنعونا دورونا. احنا ذا الحين كيف نصنع؟ تدري احنا كيف نصنع؟ طبعا احنا الان انا امس كلمت العيال قلت شوفوا لي عطر شعر، شوفوا لي عطر شعر. قالوا ابشر يا محمد احنا بنبدا ده. تدري متى بيجي عطر الشعر؟ تقريبا بعد شهرين ترى، انا تكلمت امس بعد شهرين يجي، والله العظيم اقسم بالله اني صادق ان نجمع العطورات ونجمع ونجمع ونجمع. انت ما تختار؟ لا والله اني ما اختار، والله اني مختار، والله العظيم كل اللي مختص. نجمع 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 نحطها كذا، هذا جابه المصمم فلان، هذا جابه المصمم فلانه، هذا جابه المصمم فلان، هذا جابه المصمم فلانه، ها وش العلوم؟ ليه ما تفتح فرع في بيشه؟ يا حبيبي مروس افتح فرع في بيشه، تدخل محلي تلقى لك ست منتجات، حد ما عندي 20 منتج تملى المحل. صح، وانا ماني بعجل، انا ترى اليوم والله العظيم انا برساله دحين قدامكم، القط جوالي واكلم العيال، الو سلام يا خال سو كذا، يا فلان سو كذا، يا فلان سو كذا، فلان سو كذا، حط ملح والله لا خليه 30 منتج والله، بس انا ما بيها كذا، انا بدي يعني شيء حلو، شيء يعني طيب. نقعد شوي نزبط كذا، نقعد شوي نزبط كذا، يعني شيء كفو، لا يجي المتجر لا شيء كفو. هذا يا ودي من الدنيا دسمي حاطه قاعد امدح قدام المسلمين، ما نحط لك شيء طيب. متى تجي للحسن؟ والله حلو، ولا لا لا معرض لا لا معارض العطور حلوة مكلفة، نتفقها مكلفة شفت، لكن حلو ندخل مع براندات يا ولد لها 20 سنة في السوق، 20 سنة والله أنا 20 سنة في السوق، 30 سنة 50 سنة في السوق، جاهم فندر جاي وعد كرياد في طبعا هذا له 50 سنه في السوق ومعه محبينه وبراندات، يعني براندات جو الناس تليموا على البراند، قال يا ولد دامنهم كل ذا فندر خلني اروح اجرب، لا كان ما نبيع، لا كان ما نبيع، بس انا في ناس عرفوا فندر. كم يوم تقعد في الحسن؟ 7 ايام ما تدعم. الله يطول عمرك يا كاف، 7 ايام يا حبيبي. عادي نتناقش، عادي نتناقش، والله يا بهاج عطرك البلاني خايس، والله يا بهاج المرش عطيته ضغط انكسر، والله يا بهاج الحاجة عادي يا اخي، الناس اذواق. احسنت، نعم
كيف اعرف مكونات العطر؟ اروح لتويتر اكتب فندر، اروح لجوجل اكتب فندر، اي مكان اكتب فيه فندر يطلع لك، خش اقرا اللي تبي. شغالين جميع دول الخليج فيها توصيل باستثناء عمان وقطر. شغالين باذن الله على عمان وقطر الفتره الحاليه. الامارات موجودين، البحرين موجودين، والله في ناس في البحرين يعرفون. اي انت لي طلبات في البحرين؟ اكثر البحرين موجودين، الامارات موجودين، الكويت موجودين، السعوديه، جميع مناطق السعوديه نوصلها. اكثر منطقه تشتري من فندق نجران. اللي ما يحبكم والله. اكثر مني طالعنا احصائيه، اكثر شيء نجران. الثاني الرياض. الثاني الرياض، الثالث أبها، الرابع بيش. يا وجه في اشياء يعني يا ولد، انا اجيك شو اسمه ف يعني صدق انا صريح، يعني شيء في خاطري ودي اقوله. انا اول شيء انا اخل للجميع، انا اخل للجميع، جميع جميع جميع، من اقصى العرب ولا من اقرب عيال كليب، انا اخو. لا تعطيني وضعية جنون العظمة، لا تعطيني وضعية انك انت الشريط محبان. في هو حقك، في ناس يعني يجون معهم الامن يسبون زحمة على الناس كذا، يعني فحنا بنجيب الامن مع المشهور. اذا شفت لك مشهور حوله امن من حقه يا اخي، حقه ما يبي يا اخي. اول شيء اللي موجودين كلهم ترى مو كلهم يحبونك. ترى يمكن واحد يجيك صوره شريط، يمكن واحد يجيك يقول يا رجال استح، يعطيك طراق كذا معهم، مو كلهم يحبون. فانا جيت معرض البطوله، يوم جيت دور كلموني قالوا ميدي يا بهاج فيه المواقف خاصه لك للمشاهير وقفوا فيها. جيت انا قلت يا ربع الله يوفقكم، المواقف الخاصه دي انا ما بيها، انا بوقف لان انا معي ربعي معي عمي، انا بوقف ياخذ المكان اللي انا بي. قال انكم ما تدخل في امن تسبب لنا زحمه. قلت ولد الله يجعل ابوك في الجنه، سبب لك زحمه اسبب لك ما اسبب لك، الشيء الاول لا ترد احد، الشيء الثاني لا اشوف احد يمشي جنبي. يا اخوي ما بي احد، انا ما ابي احد يجي حولي، بيض الله وجيهكم جمل الله حالكم، مسألة يطعم السلامة. انا ماني مطية مشاركة في صحيح منيف يبرر الهري يجي من يمين همني سارها. اخوي انا رجال، اخوي بقابل المسلمين، بضحك انا والمسلمين، بستانس انا والمسلمين، ما عليك مني. لا قالوا خلاص الله يرحم والديك، ما انا معترضينك. قلت بالله لا 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 تحطون احد حولي يا ريجي، انا بمشي مع المسلمين يا اخو ما داني يا ود، ما احب جنبي ناس ومدري ويش وفلا بهاج. لا انا جيزي اضحك مع ذا، اسولف مع ذا، اطقطق مع ذا، حياتي طبيعيه هذي. انا ما الغره، انا ماني بميسي، والله ماني بميسي ولا بكريستيانو رونالدو، ما احب الشيء ذي، اضيق منها. لا تسوي هذي، كخلص دخلت يلا حي ابو محمد ارحبوا يا رجال، يلا حيهم كيف الحال الشباب، ما ادري احبهم انا الشباب، ما ادري احبهم، ارضخ بهم رضخ شنيع.
سوالف وضحك وطقطقه، بس تقول دولي يلا حبيب محمد كيف الحال طيب؟ لا انت نبيك تطلع ايش اسمه المنصه. قلت الله يجعل ربي يطول عمركم والله العظيم ما عندي كلمه ولا عندي شيء، وش يظهرني؟ قال لا نبي منك بيتين. قلت كان يوتسيك ان كنت تبون نشيد في بن جدران، معي ابن جدران اسم ماركه معروفه عنه القصيد والطلاقه وعلوم الرجاله، انا ما عندي وش ولا لاني بداعيه اظهر احدث ولا اني بشاعر ولا اني بمسعود بن شعفول منشد، ما عندي شيء. بروح لحلالي رزقي تام ومر مصالح الله يوفق. طالع فيني الرجال كان صدمه شريريط على بندر قبل الناس اللي في رجال سؤال طق شوي لا جاني الراس. قال ولد كرسيك وال ضروري تروح. قلت ابشر عشاني تكفى عليك وتمشي في السعد. طب بروح فضل واقابل يعني الحسنه الجميله اني قابلت رجال مثل ابو مرداح منصور والربع الشهير اللي هناك ونعم في ريجل ونعم. رحت وظهرت يلا حي رجال كيف الحال عساكم طيبين وش علومكم؟ قال ابو مرداع راح تجلس يا ابو محمد واجلس جنبه يلا حي كيف الحال عساك طيب وش علومك؟ يا مرحبا والله مسهل. صرت انا وابو مرداع شوي عينت لي سبيعي والله ونعم بعد صرت انا وسبيعي وسولف انا وبحور واضرب عيني يري تقول محمد ينظر بين لذا والله حي الحرام ماني انا جاني يسبن بتويتر سبوني لا شايفين عمري يا اخوي انا ماني بشايفين عمري يا اخوي بس يا اخوي احنا ما ضرينا يا ولد انا ما ضريت من يوم رزت الارض خمي بعت لي ولا بسلم لي ولا بسلم لجدي يعني تكهوين امر انا امي مره واختي مره زوجتي مره ما اختلفنا المره نص المجتمع وانا ما ودي اسولف في المجال ذا لان ما المره ما اختن حقها في المجتمع يا اخي الرجال اللي ما عنده اللي ما عنده ما ضوع ولا عندي شيء قام يسولف على المرأة يبي ترند قام يسولف المرأة فيها يا رجال سامع احذف علي جوالي قبل تروح المرأة فيها وما ادري ويش خريط زريط انا ما جيت في ذا المجال لجل اتهرج عنها شو اسمه المرأة من انا اقل المرأة المرأة امي والمرأة اختي والمرأة زوجتي والمرأة بنتي يا اخوي صحيح انت المهم اجلس يوم جلست تنحر ميدي بدل اخو زيي كنت وراس فعلى ذا الكاميرات حولي فعاين بالريجي يا ريجي يا ولد لاني بمون جدا على الريجي يا ولد يعني من الكاميرا تصورني يا اخوي يا اخوي كيف كذا يا ولد اشر لها بعيوني فرجيني في الساعه ما تفهم فرجيني فرجيني كنت والله ما ابو مرداع قال يا سلام يا ولد يا دكتور ماني ما والله لا كان يظهر حياه ابوه والله يقلبون علي ما يقلبون علي دا ما يحترم نفسه دا مغترف ماني ماخذ ما هو لنا الطبع لا مو بلي يجيبوا مرداع الله يجعله ربي يطول عمره ياخذ فتقهوى عين ابو محمد ناس يعينون فيه يا ليل السلام يا مرحب يا لبى قلب يا انا ماني انا وين انا مش حداني ما العالم تزهمني باسمي انا مش حداني ما راح اسلم على الريجي ان حولت قالوا عود الكرسيك وإن جلست بشرحت لي يا أخوي يا أخوي عالم تعزك وتحترمك وتحبك صوروا من بعيد يا أخوي وش أنت يا أخوي أنت وش أنت والله أنت 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 وش أنت أنت إنك ما تروح تبادر وتسلم على الرجال صعب والله علي حرام إن ما قف مو بزين والله مو بزين أنا جالس على الكرسي وحاي أبا هاج لبيك أبا مرحبا بك أبا هاج ذا ما يقوم يسلم على الرجل وش عندك والله وش عندك أنت ما تقوم تسلم على الرجل يا مرحبا يا شرهت على نفسي قلت والله أنا ما عاد جالس في ذا المكان قال أبا تجلس قلت والله ماني جالس يا أخوي في جميع الميكروفون بيدور ذا الحين قلت يا رجال الميكروفون يدور ولا غيره وش عندي والله أني عارف إن قدر نفسي أنا أعرف قدر نفسي والله لاني بشيخ اعلمك بالصدق انا عارف قدر نفسي ومنزل نفسي مكان لاني بشيخ ظلني بسمو امير جيزي من جيزه المسلم حياك الله مرحبا انا
ترى ولا لا نيب، انا ادرى بقدر نفسي واعرف قدر نفسي واعرف متى اتهرج واعرف متى اسكت. ما في اذاعه مدرسيه، هل تعلم ولا حكمه، حكمه الصباح. والله في الواحد يعني انا ما الانسجام زين مع المسلمين ولا لا، واحد ترى لا لا ابن سعد الحويند علي الطلاق ما فيها الا انت. يا لبيك يا العويل، والله ودك ان الرجال ما يغتر في عمره. يا لبيك يا العويل، الله يستر عليك. اشهد انك العويل علي الحرام ما في غيره، ما في، ما 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 عندك، ما في العويل واحد. والله العويل واحد ما في الا انت. فودك ان الرجال ما يغتر في عمره، والله ما يغتر في عمره ولا يصدق نفسه ويدعي الله الثبات. والله لانك تغيرت من حياه، يعني اليوم قعدت اليوم الفتره الفلانيه فلان يصورك وشوي ومدري ويش، افتغط راسه. يعني الواحد يسال الله الثبات، ان الله يثبته وان الله ما يغيره. والله نسال الله في هذه الساعه ان الله يثبتنا. ما حن علي ترى جنون العظمه ذا مشكله. والله العظيم اني صادق، تضحك بناس ولا شيء تدور الدنيا لينك مثله. فنسال الله في هذه الساعه ان الله يثبتنا على ما حن علي. والله العظيم ان الله يثبتنا على ما حن علي، وان الله لا يغيرنا. انا ودي ما تغير، بس الدنيا يا ولد تدور. والله العظيم بكره تتكلم تقول يا اخوي فلان هذا تنتقد، حتى ما تلاحظني اكثر المرات اني ما ادخل في متاهات بشيء. ارحب يا محمد. يا مرحبا ملايين الشيخ. والله مرحبا يا محمد ملايين. شرفت والله محلك ومكانك وحسابك. مرحبا ملايين الشيخ. فاكثر الاحيان ما ودي يدخل في متاهه واللي يدخل في شيء تدور علي. والله اني صادق يا ريت، احنا ما ودنا. انا ما ودي، ترى تحس من ودي اني اختلف، بس ما ودي، بس هذه من الله سبحانه. القلب بين اصبعين من اصابع الله سبحانه، يقلبها الله من حيث يشاء. نسأل الله أن الله يثبتنا. يكفي التغير. أي والله، أي والله، ترى مو بدهم غير يا ولد الدنيا ياوك. يا الله يا رب استرنا الدنيا والآخرة. يا الله يا رب استرنا. والفذا من العنحوض شريط طاع تجيب الغايبة، تاج الطيب المحترم سطروك ما عاد يعرفونك. لا معليش، احنا نحبك ونعزك، بس على الحرام نطرفك. والله لجع الدرب، والله لجع الدرب، يصكونك بالمطرقين، يوسمونك استراحة، يلا تعال جودونك الرجال يوسعونك بدنك. هي ولا انت راهي عايش الطعام عندك، انت ما تجتر، انت متروي ممتس، والله متكي على ذا الجوال وما غير تجحر. فلان هي وفلان وهذا لا كله بيك، كان 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 الا لا كله بي سالفه. انا من يوم اشوف اسمي في التويتر ترند، الله يسترني بسترك شريط واضرب بين ياك. قدم فكوا علي مره وانا ماسك خط الدوحه، ساري مسرى ملعون والدي انا والواوي، مسرى العز القطر طربان ابو محمد ويلعب استانس. قبلها كنت في بث البارح، كنت في بث دخلت لي مع الرجال وعديت به وطبيت ورقت. قمت انا جوالي مهمله ودق الكبسه لين دخنت منه.
ربنا طال عمرك في قهوه من دامك ما عاد النوش الا السوا. وي يقعد تبجح الدوحه، قال الدوحه قلت اركب. سارين قمره والشبع على هنيه ولكزس وقهوه ساده، وش يردك منين؟ ودك تنطلق للحياه بس ما ادري منين. قالت متى ماشي؟ حان السفر حان. لبيه يا شواقي شغاله عزازي. شوي الا الجواليد. الو قلت مرحبا. قال وش انت مسوي؟ قلت شوات الله. قال في ذمتك؟ قلت اي والله. قال يلا شريط دق علي واحد ثاني. الو شو مسوي؟ قلت شوات الله. قال لي ادخل تويتر. ادخل تويتر يا ما ضرب بعيني الا بها مكتوب كذا بهاج بس. بهاج بس وطالع كله جنبه 11600 ما نسيتها 11600 مدري 18 مدري 30 المهم 11000. الله واحد. فطالع ابي نساعد اقلب ادخل التوك توك الا مطاوع الحام لنا الحمقى مشاهير ما ودك الا الجوده بالحيد. قالوا والي على تجويدته ولا ابي نساعد. لا والله اللي فاهم في الواو تكفى يا رجال. انا ذا الحين اب ما كجاني انقلابه كذا تعدي. قال واو يلبيه يلبيه انحش انحش واضحك اضحك من الواو. قلت انا مو كويس انحش. قال انحش انحش روح القطر انحش انحش. قلت المنفذ يجودون كذا الحين. انا لجينا عند المنفذ انا داري كل بواحد شربكه اعلام وملعنه ناس كارهيني ومسكوني شخص. قلت والله لا اسلمك في المنفذ. قال وش؟ قلت والله انا اسلمك ترى لا يقولون شيء بقول عنه. ذا تكفى يا ابو محمد. قلت والله انا ابي ضلعك يا اخوك رجلي تعورني. قلت والله رجلك تعورك ولا غير والله العظيم انك ما جود انا وما ندخل ولا فينا ما حد بيجي شيء من غير ذا نقد. تمشى وتمشى وطالع الذي صورتي ابني ابوي وطالع الذي صورتي به التوك توك شريت وادخل. دخلت معه يوم دخلت الا ذولا ريجي يمكن سته حاطين صورتي عرض اي حط طالع عندي ستات سته ريجي كبار كل اعمارهم 48 52 وحاطين صورهم عرض وجيهم شيب الاكلبي هذا حتى ما يقول الاكل بيزي الاكلبي هذا لازم ان نتفاهم معه ولا لا 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 ولا لا 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 وانا ادعم بوردات شريط ضرب الثرى ما ابكي كنت كله ضحك وانا ادعم وعزيزة مطيري ولا مكة مطيري ولا شد لله ان خوي الخوي عزيزة محمد في الكومنتات كم من سب هاج دخل قال انتو ما تعرفون الرجال ذا وانتو الرجال ذا ما تعرفونه ولا عن شكلك شوشت من ذا المطيري قلت تقع يا ولد ابك انت ما فيك حيلة علي الحرام من حرام ما فيك حيلة هذا المطيري سايقها جلد ونعم اشهد انه ونعم ابو محمد يا عزوز معك هنا قال ابوي سماني على قايد مطير قلت يا لزق يا مع السلامه اقفل من هو ذول يتكلمون هذا لازم ان حنا الحمقى المشاهير والوالي على زقطتك ولا ولي والله على زقطتك هذول الحمقى المشاهير الذي منهم هذا الصبي لا 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 وانا بالورد مشغل عزازي طالب يمكن عيل عمي مفكيه ويكم التغالب 606 سايقينها الجلد اكلوا بكل بوهم في البث البث ظني فيها 1500 شخ خلي عاد يقول انتم ادري ويش هلا وانا كيف بالورد والله في واحد اسمه عبد الله الاكلبي ما اعرفه ولا شفته ولا حتى راسلته ما رد علي. علي حرام نهدي له بعيد علي حرام لو اني قابلته ذا عبد الله الاكلبي ذا نهدي له بعيد راسل حي ما رد علي. هذا حرام لو تشوفونه كيف في الكومنت كيف في الكومنت يا تقولنا في معركه شد لله انه حماوي شد بالله انه حماوي ومع انه صغير يمكن عمره 21 20 احنا موجودين والله ما ادري من اللي موجود وقت كويتي لا مو كويتي ما انا والدي الحرام لو تشوفون كيف
يا جلد فيهم وانا اضحك. حتى دق علي قال اخوي قال ولد في واحد انه في الكومنت مو بصاحي سالم بن عايد يدور له. الله يستر عليه صدق. اذكر اني عينت فهد. فهد المصمم. اشهد بالله ان فهد بعد قادح. اذكر اني عينت فهد. فهد في الكومنتات فهد يعطي ذا طراق طاح ويرسل ذاك طاح وبرجلك طاح وراس يقرط في ذاك طاح. الحرام مو بصحي. الحمقى المشاهير الولد الصبياني الصبياني والله لا مني جودتك بالحيتك والله اني اجودك بالحيتك جت الناس قطك علي الطراق بالثلاث انها تبك فيها انا امسكك مني وديني مع فلفت وامسكه منه يقول عادي تسقطه تبي تسقطه اسقطه اقول والله عادي اسقطك واسقطه واجيبه فاتح بث ثم اجوده بالحيتك اقول تعال وش تقول انت الحمقى مشاهير صح يقولي طارق قاعد في الكاميرا عد وش وانا مجوده منه هذه وش عد بعد انا ما سمعت كلام الحمقى طارق قاعد وش بعد وش تكلم قال مجوده كذا لا ابو ذا الوجه الحمقى الاحمق والله وجهك يا قلي الرابعه انت لا خلاص يعني ما عاد تفرق معي والله يبي يسبني يسبني اللي بيخليني يخليني وش عاد اسوي انا وش اسوي يعني مو كلام وش اسوي مسكت الطريق الصحيح قالوا ذا ويسقه فرحت شغلتني شيده وقمت العب عليها قالوا هذا منتهي هم رحت مسويت لي فعلا طيب قالوا ذا ملعون حروف انا وش اسوي خلاص الله يرحم والده والدي ما عاد بشي سامح ودك سامح ودك يعني لا والله ما ودي خلاص خليك في حالك وانا بستانس مجازي مجازي انت تقولون الدرب كذا لا انا به كذا يا بهاج الدرب كذا لا انا به كذا كيفي مجازي ابي امشي كذا يا اخوي انت بتروح كذا يا اخوي انا مجازي بي كذا فك 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 يدك فك والله الاربع القضيه فك يدك يدك فك 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 ايوه يلا انا بروح مني انت بتروح كذا انا بروح كذا مجازي اخو انجازي تبي تجبرني ما انت مجبرني يا اخو هذا مشي اللي ابي اروح فك نسيتك اعطيك طرق فك فكيتك والله لا خلي المحامي يجرجرك في المحاكم خليك تقول اعطيك 300,000 ما تناسب فك لا اعطيك طرق فك عدل الثوب بعد يمسح الثوب كذا يلا انقل حقي مجازي شنو فيه؟ ما ادري والله ايش كيف يعني؟ قالت متى ماشي حان السفر حان لبيه يا شواقي يا اخوي الوضع يحتاج حسن الحجم يا رب قلبي والله اني اشتقت له وين؟ حسن الشمري وين يا اخي وين عن مسكاك موجود وينه يا زينه هو يسبني علي الحرام اطالع فيه كذا ما يفتح على رجل الكويتي عرفتوه يا زينه الوريع ذاك زقطة زقطة صغيرة زقطة يعني صديقنا كلنا حنا كل بونا إعلاميين وأصدقاء البعض زملاء مهنة مو بصديقي زملاء عند الحين عند الحين في المدرسة مالك زملاء مو بصديق زميل طيب في الدوام أنت عسكري الحين مالك زملاء معك طيب عند الحين في الجامعة دكتور مالك زملاء الا لك زملاء انا الحين مشهور هذول زملائي ولا ارضى ان احد يسبهم ترى في كل مكان كل اللي زميل ارحب حسون هذا يا سميجك لكن
ما انتم تشابهون ان شاء الله، ما تشابهون بس الاسماء. زملاء يا اخو، زملاء، زملاء مهنه، احنا كل بنا يعني لنا زملاء، وهذا زميل مهنه يعني، يعني ما اسمح لاحد ان احد يتكلم فيه ولا غير. حقي ولا مو بحقي؟ هذا حق الخو. ليه؟ كان ما عجبك اسهل. والله العظيم، والله العظيم اني قابلت ايش اسمه، قابلت ايش اسمه، زملاء، زملاء، زملاء في حفل ما، يبرد عيونهم، عيونهم فيها كلام. انا في، انا بطين، انا بطين كذا، احس انا كذا احساس، مجرد احساس طالع كذا، عاين بيهم عيونهم بيني كذا يا كذابين والله، يعني ما تعرفوني يعني ليه؟ طيب اوكي ما تعرفوني اوكي، كيفكم يعني؟ كيف انت ما تعرفني كيف؟ بس ليه، ليه، ليه تعطيني نظرتك؟ ليه؟ يا عيال اقسم بالله اني هسترتب، اقسم بالله ثم اقسم بالله اني هسترتبهم يا عيال، يا عيال. لو انا متاكد لو احد صور بس من بعيد ارحب بسمره، لا اجعل يفتونك واجد في ذمتي، اشهد لله اني مستانس بك يا عيال. اقسم بالله يا مسعود اني يبكي، وسعد الشهري والواوي يبكون، يبكون مني، يطالعون بي، انا ادري اني يطالع بي. لا التفيت كذا لقيت يطالع بي، يطالع بي، قلت انا كذا علي الحرام لو تشوف ردة فعله، علي الحرام تشوف ردة فعله. شوي اقعد شوي كذا وتكي، وانا متكي بالزاوية جالس كذا ومعطيها شخصية السبيكة كذا، شوي طالع فيني واحد ضايم، يا ولد يعانون فيني، يا ولد، ولد ما أكسب ضحكة. أنا دريت إن مسعود واصل حده شحكته مع الضحك، شحكته مع الضحك، شوي طالع فيني واحد، بس الرجال ذا، الرجال ذا، الرجال ذا منتهي، منتهي صلاحيته. سنعاد جلست يمكن نص ساعة وأنا شمت في خلق الله، شمت في خلق الله، كم معين فينا واحد الاستاذ بهاج الأكلوبي، وش تقول؟ أوه وش أقول؟ وش أقول؟ ما شفتك ميت؟ البث، البث عليك، البث عليك، لا جاني البث سويدة نشك، يغيب البث. جاني واحد قال بهاج الأكل، ما يعرفني، سلط عليه، ما يعرفني، ما يعرفني، كذوب. خلنا نشوف في شخصنا ولا أقول عادي. لا مين موجودة، مصري، حرامي مقطع حسب زهرة، ما موجود، حرامي، حرامي مصري ملعون نصاب. بهاج الأكلوبي هذا من أفضل الناس الموجودين في هذه المكان، وما أدري صور سعد فلتكي، وهذا هو بهاج الأكلوبي، بمثله نفتخر يا بهاج. وأنا عين بيساعدك بهاج، ما أدري ويش هو ترى سعودي، اقسم بالله انه سعودي، كان صور سناب. انا سعودي بس الله يلعن ام الحاجه اللي حدثنا على هذا.
المهم ان الشخص هذا حرامي كذاب والله لا يعرف بهاج ولا يدري وش طشمت بهاج ذا من العرب خريط. والاستاذ تاع بهاج والاستاذ مش حد يقول سلم انا ابي الامور تمشي. قصعد ليه انت خفيف بزياده؟ انصدم الرجال يوم شفت الرجال شفت ذا يحسب ان ذا بهاج وصك سعد قال وي باجي لك البيتر ما يسوي الحركات هذه. هذا سعد انا بهاج عرفت ذاك اللي سبايدر مان بك. جاء سعد قال لا 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 بهاج الاكل بي يسوي الحركات هذه وانسان تافه. انقطع التصوير رجع انصدم انصدم احنا شباب المزح والرجال شويه. تولد الله يعافيك هذا بهاج الاكل بي هذا حسابي انا بهاج هذا سعد الشهري صديقي. بس اني امزح ترى سعد مزوح وكذا قص صدق بهاج وينه؟ قال خلاص يا عيال مع السلامة. قلت خلاص يا عيال مع السلامة حسب مو منزله راح نزله. سعد الرجال أول مرة نقابله. سعد يعني إنسان لطيف يحب يمزح مع الناس ورجال مزوح ولا ناس هالدور اللي يسد وراه بس دائما اللي يمزح ترجي بوجه شريط طاطا. سا يعني زائرة المصرية أتوقع أن الحلقة الأخيرة تطلع من بيشة حي المطر الله يعني من الزقاق هنا حسب أنه وصلنا مصر الله يلعن إن كان همين مصرية الله يلعن محمد إيش كم من فايدة. يعني أنا أقدر أسولف وهاي طلع لعمي أنا وصلت أفريقيا في ناس في أفريقيا يعرفون وين في ذمتك مصر مصر من أفريقيا. الله ليبيا يا لبقروف مشهد ليبيا أعرف من ثلاثة أربعة يعني يمدي أتخانق معكم عايد يسب واحد فيكم عايد ما أخسركم كلكم بس يعني مصر واحد الأردن واحد أنا بريطانية ودي والله أنا من نيوزيلندا أنت من عصا أم صوتس لين أم صوتس من الفري أنت أدبغ الله يرضى عليكم يا أهل الأردن وين النشامة هم النشامة أشهد لندن كأنك يا الربع اللي بيسافر لندن لا تبلش ترى في اللغة والله يمكن في الإمارات تبلش في قطر في الكويت في الفنادق انجليزي في لندن عليه الحرم كلهم اب كلهم عرب هلا بهاج الاكل بي هلا والله اللي يحبهم يحبوني من الكويت قبلتهم في لندن ها بهاج يا معود تقشمر كذا مع الكويتي دق حرك سوالي مع الكويتي اتكي في المجموس العيال يروحون يتمشون يستانسون ابو محمد يدق ثلاث ساعات فمكبوس الفريج مكبوس الفريج فريج صويله نسيته قبلت مالكه ها بهاجلك بيلحي وتكينا وياه وكذا وقال بفتح فرع الرياض وتشرفنا فيه كل جايكم باذن الله ويجيني كويتي ويجي اسمعي ظفيري ويجي اسمعي يجوني كويتيين مطران يتكون معي وانا متكي ثلاث ساعات انا وقعقوري شاهي ويرج هارود هذا المجمع ذاك حق المصري ديانا الله يرحمها هارود هو اسمك هارود اذا يعني تمدن كذا هارود قدامي متكي انا كذا شاهي علي الحرام عندهم شاهي السكر مربعات ذا اموت فيه مربعات اكيد احس اني حس فيه مشهد مغرم جدا استكانت شاهدي قبل عني انا اروح له بروح لندن عشان المكبوس ذا والشاهي وتكي وعين في المسلمين
فذا المسلمين اجوا بهاجر اكل فيه لا غايك والله. ورب المصحف اني اتكي مع ناس من الكويت ومن قطر ما اعرفهم ولا يعرفوني، ندق 3 ساعات يلا بهاج خدمه الوعد بكره الغداء على حساب. اليوم انا غديتكم بكره تغدون يلا مع السلامه، والله ما معي سناب وما رقمه. هارد قدام الهارد سكيبتك تكيتك ارحب ابو جابر يلا بهاي ابجيك بكره نروح نتمشى اوكي الان انا ارقد يا مبارك مع السلامه. شقتي شو فاتح شقه مبارك هنا انا هنا انا في الهيلتون ساكن مبارك هنا انا هنا شريط لان عندي شريط انا عندي يلا بهاي يلا مبارك نفتح غرفتي مع مبارك يدخل علي مبارك كذا انا معطيك بهاج 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 قم كيه الليل بيطلع قم انا عاوز ابكي بهاج انا عاوز انام يا مبارك استطاع يضربني ضربه كذا سنه رحوم اول ما يجي يسحب البطنيه كلها لا قد يروح اشهد بالله ان ضربته لا قد يروح لا حافني بالبطنيه كلها اللي سحبها ردها قال الله يلعن وجهك حذفها شريريت نوم لا شبعت ان ضمت وينه ترويشه قال قعقوري قم يا ابو حسن الله يخليك لي قم ابو حسن قعقوري تروش شريط عندنا زين سندويشتات صغيرورات ذا كبرها في لندن زين اشتري منها بالاكياس وبسكوت لبيك ابو جابر بسكوت وفشفاش انا ما تقول وريع البسكوت والفشفاش دي احب مالي الغرفة فشفاش وبسكوت والسندويشتات دي صار أسوب في ثلاث أنا وقعقوري وبرندا برتقال شريط أنزل تحت ستاربكس عندي ناخذ لنا أمريكانو بارد بروك وينك أركب تاكسي تعنا في المكان البلاني تكينا من العيال يلا حيهم كيف الحال عساك طيب شو علومكم وش تبي؟ قلت لا والله ما في شيء. قالوا احنا الحين بنروح المكان الفلاني تروح معنا؟ قلت لا والله بكيفكم، انا هذا الحين مواعد اخوياي الكويتيين والقطريين في المجبوس. طالع فيني مبارك باج فيك. قلت والله يا مبارك يعني انا كذا. قال احنا حاجزين مطعم بنروح العشاء ب 6000 ما ادري بكم. قلت والله يعني روحوا انا ما ابي اروح، انا بروح في ريج صويلح هذا. الله يسعد مجوي صدق. أتكب يعني رايح لنا أتكب تريد السؤال حقا أطلع برا عن أم الشاهي متكب والعالم مطايا